معلمنا ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استفشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والذي يندرج تحت عنوان ترجمان القرآن. أحبتي في الله، بادئ ذي بدء أتقدم بخالص التهاني لجميع الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية، وأن ينصر فيه الإسلام والمسلمين، وأن يعز جنده، وأن يمكن لشرعه أن يسود، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على ما مر من أحداث مؤسفة ومؤلمة آلمت قلوبنا في غزة لمحزونون. نقول لأهل غزة: يا أهل غزة لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا أهل غزة الله أرحم بكم منا. يا أهل غزة الله لن يضيعكم، والله نحن لا نخاف عليكم. الله ناصركم يا أهل غزة، الله حافظكم يا أهل غزة، الله راحمكم يا أهل غزة. إن جوعكم الناس فهو مطعمكم، وإن أخافكم الناس هو مطمئنكم، ولكن خوفنا على ضعفنا وعلى قلة حيلتنا وعلى تشبثنا بالدنيا، ونحن لا نملك إلا الدعاء، نحن لا نملك إلا أضعف الإيمان ألا وهو الدعاء. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإن سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. إلهنا نتوسل إليك، ما لنا سواك فندعوه، ما لنا رب غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا سامع الدعاء، ويا عظيم الرجاء، ويا دائم المعروف، نتوسل إليك أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم. اللهم يا ربنا ولا ترفع لهم راية، اللهم يا ربنا ولا تحقق لهم غاية. اللهم يا ربنا واجعلهم لجميع خلقك عبرة وآية. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يقتل فيه المسلمون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كان من المفترض أحبتي في الله في هذه الحلقة أن نتحدث عن هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى سنحاول قدر المستطاع أن نربط بين الدروس المستفادة من الهجرة، فمن ضمن هذه الدروس الثبات على الدين والتضحية من أجل دين الله سبحانه وتعالى. وأول فدائي في الإسلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. سنحاول أن نربط بين الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وبين أحداث غزة بإذن الله تبارك وتعالى. ويسعدنا ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى ونذر حياته لخدمة القرآن حفظا وفهما وعملا ودعوة. وكنت قد تحدثت عنه في الحلقة الماضية وقلت لحضراتكم بأنه سيكون مفاجأة هذه الحلقة بمناسبة العام الهجري الجديد. هو من أهل القرآن ومن أهل القراءات، وما شاء الله شاعر
يؤلف العديد من القصائد الدينية المختصة بكلام الله سبحانه وتعالى وبالقرآن الكريم، وأيضا بإذن الله تبارك يمتعنا بصوته الجميل في قراءة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. وتمنيت أن لو شرفنا في هذه الحلقة، وهو يسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة، الشيخ عبد الرحمن المحمدي. أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن. الحمد لله بخير. مرحبا بك، كل عام أنتم بخير. حضرتك بصحة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين رب العالمين. شيخ عبد الرحمن، بداية قبل أن نتحدث عن السيرة الذاتية، لا يخفى عليك ما جرى من أحداث مؤلمة ومؤسفة في غزة، نريد أن نربط وكلمة منك للمشاهدين الكرام تربط فيها بين الهجرة النبوية وبين الدروس المستفادة من الهجرة وبين أحداث غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن ما يحدث في غزة الآن هذه الأمور من الأمور التي تجعل المسلمين يهتمون بنصر دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن ما يحدث في غزة الآن هو بالبعد، ولا شك في ذلك، هو بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلكي أربط بين أحداث الهجرة النبوية وبين ما يحدث الآن في غزة، أوجه كلمة بسيطة في مضمنها إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أهل غزة، وهو أني أقول لهم: يا أهل غزة، اثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى، فلقد ثبت الصحابة على دين الله سبحانه وتعالى، ومكنهم الله في آخر الأمر بالفتح المبين الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى فتوحات به من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. ومن الأمور الظاهرة التي يعلمها المسلمون جميعا هو صهيب الرومي. فهذا أحد الصحابة المشهورين والذي علمت قصته، وهي أنه رضي الله سبحانه وتعالى عنه حينما أراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء إلى مكة بلا مال، جاء فقيرا، فأغناه الله سبحانه وتعالى في مكة ورزقه بالمال الكثير. فحينما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه الكفار، قالوا له: يا صهيب، أتيتنا صعلوكا لا مال معك وتريد أن تخرج من مكة بهذا المال الكثير؟ لابد وإن أردت أن تذهب إلى محمد بن عبد الله لابد وأن تترك لنا هذا المال. انظروا أيها المسلمون كم ضحى صهيب. قال: إن تركت لكم المال ستخلون سبيلي؟ قالوا: اللهم نعم. فخلى لهم المال. فحينما ذهب صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم بوجه رحب، وقال له: ربح البيع أبا يحيى. فهذا من الثبات على الدين. فإني أوجه أهل غزة أنهم إن ثبتوا على الدين سيمكن لهم الله سبحانه وتعالى في الأرض. أحسن، تبارك الله فيك. فعلا من نعم الدروس المستفادة، ومن أحسن الدروس المستفادة نستفادها من الهجرة، كما قلت، الثبات على الدين والتضحية من أجل نصرة الدين ونصرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. حقيقة أيها الأحبة في الله، يعني كل أمة يموت منها ميت بغير حق تجد الكثير يبكون عليه، ولكن أهل فلسطين وأهل غزة لا بواكي لهم. نجد البيوت قد هدمت وخربت الديار، قتل وخراب ودمار. تجد الإنسان المسلم يرى هذه المشاهد المؤلمة، يرى أطفال يقتلون، طفل رضيع يقتل، وبعد ذلك يقوم من أمام شاشة التلفاز يهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر ليس منه في شيء. ألا فليحترق قلبك، وألا فلتبك عينك، والله أما أن نحمل قلوبا باردة وأعينا جامدة، والله لقد بخلت الأمة حتى بالدعاء لأهلنا في فلسطين. قم لله جل وعلا في الليل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وارفع بين يديه أكف الضراعة أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، إنه نعم المولى ونعم النصير. ما أحوجنا أيها الأحبة في الله إلى هذه الآيات التي تتحدث عن هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أحوجنا إليها في هذه الأيام الحرجة والتي تمر بها الأمة من أزمات وبليت فيه الأمة بفتن كقطع الليل المظلم، ما أحوجنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تعالوا لنستمع إلى تلك الآيات برواية ورش عن الإمام نافع من حبيبنا الشيخ عبد الرحمن المحمدي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما شاء الله لا قوة إلا جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن بارك الله فيك. نأتي إلى السيرة الذاتية الخاصة بك، ولكن قبل أن تحدثنا عن سيرتك الذاتية نريد أن نوضح للمشاهدين الكرام من هو الشيخ عبد الرحمن المحمدي. الشيخ عبد الرحمن كما قلت حضرتكم من أهل القراءات، وما شاء الله لا قوة إلا حاصل على شهادة التجويد من معهد قراءات ومحافظة المنوفية معهد قراءات شبين الكوم، وكذلك أيضا حاصل على شهادة عالية القراءات أيضا معهد شبين الكوم، وبفضل الله سبحانه وتعالى حقق في الشهادة العالية في آخر سنة من الشهادة العالية القراءات حقق المركز الأول على محافظة المنوفية، وكرم من قبل محافظ المنوفية، وعندنا صور بإذن الله تبارك وتعالى مخرجنا معتز يعرضها لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وحصل الشيخ عبد الرحمن أيضا على شهادات تقدير عديدة لمحافظ المنوفية وفي مسابقات على مستوى الجمهورية، يعني هذه المسابقة كانت لمنطقة المنوفية الأزهرية كرم فيها الشيخ عبد الرحمن كان المركز الأول، أليس كذلك؟ نعم. وهذه أيضا من ضمن الشهادات التي حصل فيها الشيخ عبد الرحمن على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة القرآن الكريم. نعم، وهذا أيضا شهادة تقدير على مستوى حي كبير عندنا. نعم ما شاء الله لا قوة إلا ربنا يبارك فيك عبد الرحمن. نعم، وهذه أيضا مسابقة في مسابقة القرآن الكريم حصل فيها لحصولي على المركز الأول على محافظة المنوفية في عالية القراءات، وهذا أيضا شهادة أخرى. يعني هذه يمكن الشهادات قليلة من شهادات عديدة وكثيرة عند الشيخ عبد الرحمن، حضرنا بعضا منها. نعم، وهذه شهادة أخرى حصل فيها الشيخ. نعم، منها ما هو على مستوى مركز تلا عندنا. نعم، ومنها ما هو على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت ما شاء الله يعني كرمت كذلك من، وهذه صورة كانت مع المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية، كرم فيها الشيخ عبد الرحمن المحمدي من قبل محافظ المنوفية لحصوله على المركز الأول في عالية القراءات. نعم، في على مستوى محافظة المنوفية. بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من التوفيق والسداد. طيب كلمنا يا شيخ عبد الرحمن عن السيرة الذاتية وعن المسابقة وعن حصولك على المركز الأول في على محافظة المنوفية في عالية القراءات وعن مقابلتك مع محافظ المنوفية. والله يا شيخ محمود، أولا أنا العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن المحمدي عبد الحميد العطيوي من قرية طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية. بفضل الله سبحانه وتعالى منذ صغري نشأت في بيئة القرآن، فكان أبي وأمي يحفظان القرآن في منزلنا، فبفضل الله نشأت في هذه البيئة منذ الصغر، فكان هذا سببا قويا في حفظي القرآن في صغري وفي دخولي معهد القراءات
وفي تعلم القراءات وإلى الآن. والله يا شيخ محمود لهم الفضل علي إلى الآن ولا أوفي لهم الحق مهما تحدثت. فبفضل الله بدأت أحفظ القرآن منذ صغري، وأدخلني والدي معهد بقريتنا مع المعهد الأزهري بقرية طبلوها، ثم بعد ذلك حفظت القرآن وختمته في المرحلة الابتدائية، فأكرمني الله سبحانه وتعالى بمن نصحني وأرشدني إلى أن أدخل معهد القراءات. فسأل والدي بعض من الذين دخلوا المعهد وكذا وهو يعني أرشدونا إلى أن ندخل المعهد، وقالوا لي من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. في ذلك الوقت كنت ملتحق بمعهد آخر، معهد أزهري؟ نعم إلى جانب معهد القراءات. نعم ولكن أردت أن أتفرغ لمعهد القراءات لكي أبذل قصارى جهدي في علم التجويد وعلم القراءات وعلوم القرآن حتى يمكننا الله سبحانه وتعالى. إني أرى أن هذه العلوم، علم القراءات وعلم التجويد، يعني قليلة الأهمية لبعض الناس، لا يهتم بها يعني كثير من طلبة العلم. فأردت أن أكون ممن يعني رزقهم الله سبحانه وتعالى حمل هذا العلم. فبفضل الله دخلت معهد القراءات بعد ختمي للقرآن في الابتدائية، كان عمري 12 سنة. الحمد لله حصلت على التجويد زي ما حضرتك تفضلت، شهادة التجويد. شهادة التجويد ما شاء الله، كنت من أوائل كذلك أيضا. الحمد لله كذلك، بفضل الله وحده. وكذلك كنت من أوائل عائلة القراءات اللي كنت فيها بفضل الله مع الإيه؟ مع المحافظ المنوفي. نتكلم بقى عن مقابلتك مع المحافظ المنوفي ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ علي، كيف حالك؟ حضرتك والله علي هيشارك مع حضرتك. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ علي، كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام أنتم بخير. أنت بخير، ربنا يبارك فيك. تفضل شيخ علي أسمعك. قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال، ومن كل قوم رجال وسيف وناور عناد تزيد اشتعال، فلما أفاقوا أقعوا جميعا لأن مولاهم بعيد المولاه، ولكن تمادوا بحقد وبعيد فقاموا برافع لواء الضلال، وآذوا كثير محب النبي فكانت دماؤهم لديهم حلال، وهذا النبي كبدر منير أضاء بهذا رب الرجال، أقام الصلاة وآت الزكاة فهي أرحنا بها يا بلال، بنى دوات الحق سوى الحلال أقامت بهذا قرونا طوال، وصرنا نعز بدين وإله ونحن لنا برسول امتثال جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، ونشكرك يا شيخ علي على هذه الآيات الجميلة والتي ذكرتنا كذلك أيضا بهجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. طب نستكمل ونكمل الحديث مع حبيبنا الشيخ عبد الرحمن. طيب مقابلتك مع محافظ المنوفية، ويا ترى هل درى بينك وبين محافظ المنوفية حوار؟ بلى. والله حينما أكرمني الله سبحانه وتعالى بالحصول على المركز الأول في شهادة عالية القراءات كانت فرحة، ولكني كنت أبغى الأول على الجمهورية، ولكن لبعض الظروف حصل ما قدر الله لي ذلك، فبفضل الله وحده حصلت على الأول على المحافظة، فاستدعاني المحافظ ويعني سكرتير المحافظة إلى أن أذهب إلى المحافظ لمقابلته وتكريمه وهكذا. فحينما ذهبت إلى المحافظ دار بيني وبينه حوار، من هذا الحوار على ما أتذكر منه يعني قال لي من أين البلاد أنت، كيف تذاكر مع حضرتك، وقال لي أيضا ماذا تريد أن تتمنى في المستقبل، فقلت له بهذا اللفظ والذي أريد أن يحققه الله سبحانه وتعالى لي، وهو أنني أخبرته بأنني أريد
وأسأل الله سبحانه وتعالى لي أكررها ثانية أن يحقق لي ذلك، وهو أن أحصل على الدكتوراه في القرآن الكريم وعلومه. ما شاء الله. فدعا لي بذلك وأعطاني هذه الشهادة وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق لك ومنيدك وتحصل على الدكتوراه في علوم القرآن أجمعها ومن ضمنها علم القراءة. ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن ما شاء الله أنت كذلك عندك مواهب عديدة، يعني من ضمن هذه المواهب ما شاء الله يعني برنامج في برمجة حتى في الكمبيوتر إلى جانب القرآن مايكروسوفت، وكذلك عندك ما شاء الله مواهب عديدة وخطك جميل، وكذلك عندك موهبة تأليف الأبيات أبيات الشعر. نعم. ومن ضمن هذه الأبيات عاوزينك تقول لنا برضو أبيات عن هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنت محضرها لنا ياريت نسمعها. نعم نعم. هذه الأبيات من تأليفك أنت؟ هناك أبيات من تأليفي سأقولها بإذن الله عن القرآن. نعم. ولكن هذه الأبيات مما أعجبني وأردت أن ألقيها على أسماع المشاهدين حتى يستمتعوا بها مثل ما استمتعت. تفضل عبد الله. وهي للشاعر وليد العظومي، قال: يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيرا من مآقيها، يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها، هيجت أشجاجنا والله فانطلقت، هيجت أشجاجنا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها، هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها، هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدرا منيرا في دياديها، هاجرت لما رأيت الجهل منتشرا والشر والكفر قد عمى بواديها، هاجرت لله تطوي البيد مصطحبا خلا وفيا كريما نفس هاديها. هو الإمام أبو بكر، هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها، يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله، فحسبنا الله ما أسمى معانيها، هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجاحا في مباديها، هاجرت يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغيها، هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها، أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها، قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع لها وصفا وتشبيها. ما شاء الله لقد بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، والحقيقة متشوق كذلك لأستمع منك إلى آيات بجمع، يعني أستمع منك آيات برواية ورش عن من نافع، نتشوق كذلك وأكيد كثير من المشاهدين الكرام يتشوقون إلى الاستماع من آيات الذكر الحكيم تجمع فيها القراءات العشر الصغرى بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن نستمع إلى تلك الآيات بعد فاصل قصير، ونرجع إلى حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله إلى أن ألقاكم بعد الفاصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله.